بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل والأقدر جل جلاله عمن يوالي كل الكائنات. ربنا ألهمنا رشدنا وزدنا هدى يا عظيم يا كريم يا هادي. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. بالرجوع إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عليهما السلام وعليهما الرضوان، بالرجوع هذا ماذا تكون الاستفادة؟ تكون في عدة وجوه، منها الاستفادة من صيام رمضان. هل فعل الذين يدعون الإسلام وهم صائمون ماديا، هذا في ظاهر الأمر، هل فعلا هم فقهوا معنى الصوم لله؟ لا أظن. لماذا؟ لأن أخلاقهم تسوء، لأن همهم على المأكل والمشرب يزيد قبح وحماقة وسوء أدب مع الله ومع فقراء المسلمين الخيرين والسلام.